فليس أحد سواك يملأ فراغه. حسبي أن حنين يشدني إليك ونعمتك تكتنفني، فعندك هدوء القلب وصفو الأفكار، وأمامك ندرك حقيقة قاتل وجودي. حسبي أن أكون خادما في بيتك طول أيام حياتي. بيت خلوه عينيك واقدم سرده ملك شمايون وحسولي خلدا أحتيك له. ملك شمايون وحسولا خلدا طينا له. صلى وعلي ميت المراد المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بذكرى صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعاً من الشمس، ضمنا إليك واغبرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سوراً حصيناً لرعيته ووضعها سق خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته وأبهج الشعوب التي آمنت به. بارخ مورشكون الصالح الذي يليق به المجد والإكرام في مساء هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين
أتممت لنا خلاصاً كاملاً، وأهلتنا اليوم أن نحيا ذكرى صليب خلاصنا. ها إنا نعيد له بالتسابيح والمدائح هاتفين: تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضيين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم، وأنرت الرسل في قرازتهم، وكللت الشهداء بإيمانهم، وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام. ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، أعضد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها، أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. الكريم وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك برخمور رشكهني. فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. قد شاء الروح
القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. برخ موريش كهني لوك المجد إلى الأبد. القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. وبارك يا سيدي. المجد رب بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية في هذا العيد المبارك إلى الأبد. أمين. يا إخوتي، اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة كما أطعتكم دائما، لا في حضوري فحسب، بل بالأحرى وبالأكثر الآن في غيابي. فالله هو الذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته. افعلوا كل شيء بغير تذمر وجدال، لكي تصيروا بسطاء لا لوم عليكم، وأبناء لله لا عيب فيكم، وسط جيل معوج ومنحرف تضيئون فيه كالنيرات في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح. فإني ما سعيت ولا تعبت باطلا، لو أن دمي يراق على ذبيحة إيمانكم وخدمته لكنت أفرح وأبتهج معكم جميعا. فافرحوا أنتم أيضا وابتهجوا معي، والتسبيح لله دائما. كلمة الصليب عند الهالكين حماقا. وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. وما روحك؟ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السلام.
لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا إلى لقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. فالجاهلات أخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنية مع مصابيحهن. وأبطأ العريس فنعسن جميعهن ورقدن. وفي منتصف الليل صارت الصيحة: هوذا العريس، اخرجوا إلى لقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى كلهن وزينن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفيكن، اذهبنا بالأحرى إلى الباعة وابتعنا لكن. ولما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس، ودخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيراً جاءت العذارى الباقيات وقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع أبائي أفاضل، أخواتي الراهبات، إخوتي الشدايقة الأخوية العذارى الحكيمات، أخواتي إخوتي أبناء هذه الرعية مع الجوءة ذات الأصوات الشجية الحلوة لو كان خنتهم شوي عالية، اجتمعنا اليوم مع بعضنا البعض حول مذبح الرب الذي قال: كلما اجتمع 2 باسمي أنا أكون بينهما. نعم، نحن نجتمع حول الرب، وهذا اللقاء حول الرب يغذينا بكلمته التي سمعناها الآن، وسوف يغذينا أيضا بعد الكلمة بجسده ودمه، أي بالإفخارستية. نتغذى ونحن نعيش زمن الصليب، أصبحنا في الأسبوع 5، الأيام تسير بسرعة. امبارح كان عيد الصليب 14 أيلول، اليوم صرنا ب13، بكرة 14 تشرين الأول، آخر الشهر ببلش زمن جديد اسمه زمن المجيء. ونحن كعائلة في هذه الرعية كلنا نتغذى من كلمة الرب وجسده، وكل منا يقوم بدوره. هلا الأخوية اليوم دورها، أكيد الأخوية نحن مبسوطين إنه رح يدخل عنصر جديد، مدام مراد اليوم إلى هذه الأخوية. كنت عم بقول له لأبونا هشام، خينا أبونا هشام راهب يسوعي لبناني رح يكون بالأردن السنة ورح يكون معكم
مع الآباء هكي بالكرازة والبشارة، كنت عم بقول له إنه الأخوية اليوم مثل الرهبات والرهبان، دعوات قليلة كمان عندكم مش هيك؟ يلا الله يزيدكم، مش لازم ولا مرة نيأس، بدنا نضلنا نصلي وبركن تكونوا مثل ما قال مربولس بالرسالة، أنتم كالنيرات في السماء في جيل معوج. فعلا جيل معوج، العالم هذا هو يعني دائما في اعوجاج، إنما نحن بقوة إيماننا وقوة التزامنا مع الرب في الكنيسة في الرعية، مش بس مرشربل، بأي رعية من رعايا المملكة وين ما كان، أنتوا تبقوا الخميرة والمنارة وأنتوا ثابتين على القيم وعلى الأخلاق يلي عم تمشوا عليها وعلى الخدمة اللي عم بتأدوها. لهذا السبب أكيد بيجي الوقت في كتير ناس بيقولوا نحن شفنا كتير، ولكن هالجماعة فيها محبة، فيها الله حاضر، فيها فرح، فيها خدمة، فيها التفات إلى الفقير إلى المريض، ومين ما عنده مريض ومين ما عنده فقير ساعتها بيرجعوا بيقولوا لا خلينا ندخل معهم. لهالسبب دوركم ومحبتكم لبعضكم البعض لو كنتوا قلال أو كتار، ولكن هالمحبة هي تجذب، المثل الصالح يجذب، ونحن بحاجة إليكم بالرعية كما في العائلات التي تعيشون فيها وتخدمون كأمهات، نحن بحاجة إليكم أيضا. هلأ إذا واحد مزح معكم بقلكم أنتوا شو بيطلع منكم ما تصدقوه، لا ما تزعلوا عم يمزح بتجننوا أنتوا، الله يخليكم كيف أنتوا عم تأدوا خدمة، كمان الشدائع عم بيأدوا خدمة، كل واحد منا له دوره بهذه الرعية ابتداء مني أنا وصولا إلى أبونا غازي المسنيار إلى أبونا سامر وأبونا الشمال. نجم لك معنا هلأ كمان، كلنا سوا لنا دور. والهدف شو هو؟ الهدف أنه نحن كل واحد منا يتاجر بالوزن يلي ربنا عطاياها. أبد شوفوا الإنجيل اليوم، إنجيل أحد الماضي، من هو العبد الأمين الحكيم، وإنجيل الجاي يلي رح يكون كمان من أناجيل الوزنات، وآخر إنجيل يسوع الملك بيقعد على العرش في الخراف يمين والجداء عن اليسار. هالأناجيل هيدي الأربعة فيها فئتين، إما أن تكون من الفئة اليمين فئة العذارة، فئة يلي هني بتجرب الوزنات، وفئة يلي بيعملوا خير وبيحبوا وبيعملوا أعمال صالحة وتكونوا إلى جانب المسيح عن يمين الله الآب، وأما تكون في الجهة الأخرى، لأنه عند الرب في محبة لا متناهية، بس ربنا عنده عدل كمان، مش ممكن يعامل الإنسان الظالم والمجرم والقاتل واللا مؤمن إلى آخره مثل ما بيعامل الإنسان المؤمن والمحب والخدوم والرحوم. ما بنقبل، مش معقول. لهذا السبب بالإنجيل 90% كله هيك دعوة حلوة ودعوات من الرب ونعم، في 10% بهالإنجيل العهد الجديد دينوني، نحن منخاف من الدينونة. طيب لهالسبب قلنا ربنا سمعتوا آخر جملة، كونوا مستعدين اسهروا واثبتوا. وهيدي الفكرة هي الفكرة الثانية من زمن الصليب. الفكرة الأولى بنقولها بنؤمن وسوف يأتي بمجد عظيم، الفكرة الثانية هي اسهروا وصلوا. وهذا الأناجيل اللي بتسمعوها دائما بنسمعها نحن وقت اللي بيكون في وداع لأحد أحبائنا بالدفن، يعني لحتى هو خلص توفى، لحتى نحن نستعد إذا في خوف في رعب وفي كفار وفي حروب وغيره، نحن علينا نكون سهرانين وثابتين على إيماننا ما نتزعزع. وهذا اللي بشوفه فيكم دائما، وقت بيجي لعندكم بياخد قوة منكم كمان. والفكرة الثالثة، نحن وعم نثبت وعم نسهر شو لازم نعمل؟ الأعمال الصالحة. كنت مريضا، كنت سجينا، كنت جائعا، كنت زرتوني، يعني يسوع موجود بكل واحد منا بكل واحد منكم، ويسوع
ما بدو بعدين يديننا نحن يسألنا عن غيرنا، بيسألنا عن حالنا. يا أنت يا فلان، يا أبونا موسى، يا أبونا فلان، هل أحببت في حياتك؟ هل أعطيت؟ هل ضحيت؟ كلهم تحت اختصار كلمة واحدة، يا بطرس أتحبني؟ قال له أول مرة إيه بحبك بحبك. رجع سأله مرة تانية أتحبني؟ كمان قال له إياها عفوية. رجع سأله مرة ثالثة، هذا بار بطرس قال له المسيح عم بشك فيي، مش مصدقني، صار يبكي. قال له يا رب أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أحبك. الثالثة، وقت قالته الثالثة قال له يسوع شو مطلوب منك؟ قال له كنت صغير وشاب كنت روح مطرح ما بدك، هلأ إذا بتكون تلميذ لألي بك تمشي مثل ما أنا بدي، وأنا ما بوصلك إلا محلات حلوة، هلأ أنا بدي أمرك، شو ما بدي أطلب منك بك تعمل، شو ما بتطلب منك البشارة بك تكون حاضر حتى الموت والشهادة، شو رأيك؟ قال له نعم أحبك أنا مستعد. هيدي نحن يمكن هلأ بالأكليل لازم نسأل الشاب ثلاث مرات إذا بتحب العروس، ونسأل العروس ثلاث مرات إذا بتحب الشاب. نعم، مثل ما عم بتشوفوا اليوم في على صعيد سر الزواج، حتى صرنا أخذين نحن هلا شو بسموها هيدي هالموضة من الغرب، إنه من ما كان بحب مش ماشي حاله أو إنه أقل صعوبة منغير. أكيد هيدا مش بسقفتنا الروحية والدينية والمسيحية إنه نحن نتبع من مكان. لو عنا إيمان قوي مش ممكن واحد يفكر بهذا الموضوع. اليوم نحن بإنجيل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، بقلنا الإنجيل إجا العريس طلعوا الجاهلات ما عادش معهم زيت، يعني ما فيش بحياتهم أعمال صالحة كتيرة، خلصت. طلعوا بالحكيمات أعطينا من زيتكن، هوديك لهم لا إذا بنعطيكم معوش عنا. هل هاي الخبرية هيك بس شو معناتها لاهوتيا وكتابيا؟ معناتها أنه أنت يا حبيبي بحياتك أنت بتكتنز لألك. أنا إذا كنت أسقف مش عم قول بدوري الأسقفي، أو أنا كاهن مش عم قول بدوري الكهنوتي، ما فيني حط حق على رعية ولا عخي الخوري. أنا أسقفيتي أنا مسؤول عنها، أو بقوم فيها كما يجب أم أنه أنا أدان عليها. أنت بي عائلة أو بتقوم بواجبك، ما فيش تقول حق على المرأة والمرأة تقول حق على الرجال. كل واحد عنده دوره، كل واحد عنده وزنته، وهيدا بده تاجر فيها. شو يعني بده يعيشها؟ لأنه ربنا مش هيقول لي يلا فوت مش حق عليك حق عليه هو، لا. هيدا عم نحكي عن الدينونة، هيدا زمن الصليب. نحن اليوم بفرح كبير لأنه أمامنا الستات الصبايا أمات أمهاتنا. وقعد فكروا لا مش ختيارية، قلبكم مثل الشباب أنتوا بتجننوا. نحن بنشكركم إنكم عم بقلب هالكنيسة عم بيكون لكم دور، عم بتحاولوا تضحوا، وأكيد كهنة الرعاية عارفين هالقيمة وعم بيساعدوكم، وأنتوا عم بتساعدون في إشياء أنتوا بتعملوها نحن ما فينا نعملها، إشياء كتير في إشياء أنتوا بتفكروا فيها وأنتوا بتكونوا عم بتخططوا لها نحن مش واعيين لها، لأنه نحن عنا غير دور، وهالدور اللي عم تقوموا فيه أنتوا دور مبارك، ونحن متعلم منكم مثل ما بتقوموا أنتوا بدوركم نحن بنقوم بدورنا كمان. لازم ما حدا منا يفكر أنه فيه يكون محل خور الرعية أبدا، أو محل المطران، أو محل الأبونا المساعد، أو محل الشدياء. وحتى الشدياء فيش يفكر حاله هو صار خوري صار مسؤول، لا لا حبيبي، كل واحد مثل ما قالنا مربولوس بيكون بياخد دوره، مثل هالجسم في الرأس يلي هو يسوع، نحن كل واحد منه عنده دور. بقى مطلوب منا اليوم انه نصلي مشان الأخوية، كل واحد منا يوعى على دوره لحتى يقوم فيه كما يجب في قلب هذه الرعية، كي نسير معا صوب الملكوت متغزين بكلمة الرب يلي عم نسمعها هون، ونتغذى كمان مثل ما قلت بالأول بالإفخارستية جسد ودم سيدنا يسوع المسيح. مبروك لكم
وإن شاء الله بشفاعة مرشربيل يلي كان تقديسه سنة 1977، وأنا كان إلي الحظ كون بروما وقتها، كنت عم بدرس لاهوت، هو تقدس بتسعة شهر، ونحن بنعيد هون بتسعة شهر لأنه بالصيفية اسم الله بتموز بكون في شوب، بكون الناس كل واحد ببيته أو ببلده أو فرص بقى على أيام سيدنا الشيحان، يمكن نقلته العيد لمثل هذا اليوم بقى بشفاعته يلي هو أمامنا ويلي الرب اليوم عم بيبعته وين ما كان لحتى يشفي بقوة الله ولحتى يعمل عجايب ولحتى يرتفع اسم الرب. نحن بنطلب بشفاعته إنه هالرعية تكون مباركة ومقدسة وتكون ناشطة وتزيد فيها الحركات الرسولية والأخويات مع الجوقة ومع الشدائقة حتى تكون رعيتنا علامة بقلب المجتمع الأردني الحبيب. إلنا دورنا كمان مثل ما غيرنا إلو دوره، مع بعضنا البعض منكون عم نمجد الله بحياتنا وبرعايانا وبمنازلنا وعيالنا. أمين. هلأ في أنتو إذن هلأ جاء وقت تجديد الوعد، وفي أختنا كلود كمان بدها توعد، فنطلب من كل ستات الأخوية يتقربوا لحتى يوعد يقدموا الوعد. نقدم إلى قداستك يا أبانا سيدنا موسى تجديد وعدنا هذا، فاقبله وبارك مقصدنا في خدمة الله والكنيسة. ليبارك الرب مقصدكن وليكن لكن ما تطلبنا. نحن بركة الثالوث الأقدس تحل عليكن وتثبتكن في وعدكن هذا، وأنا ألتمس لكن الاقتداء بالعذراء مريم والقديس شربل لتوهب لكن النعم التي تحتجن إليها. باسم الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد. توقفوا لأنه في وعد رسمي، تفضلوا. حط الميكرو. أنا الواقفة أمام المذبح وأمامك يا أبانا خادم رعيتنا وأمام الأخوية الأخوة الحاضرين، أعلن عهدي أمام الله إنني راغبة في عيش إيماني المسيحي حسب روحانية الإنجيل وتعاليم الكنيسة المقدسة، وسأسعى لكي أكون أمينة لهذا العهد، وذلك من أجل تدعيم حياتنا المسيحية وحياة عائلتنا ورعيتنا
مستوحين ذلك من حياة وفضائل القديس شربل شفيع أخويتنا. كما أطلب يا أبانا أن تقبل وعدي وتثبتني في هذه الأخوية التي أردتها خبرة حياة روحية متحدة بالرب يسوع وبالكنيسة. بشفاعة القديس شربل والعذراء مريم نقبلك في أخوية مار شربل في عمان، وهذه علامة القبول بنعمة الآب والابن والروح القدس إله الواحد له المجد إلى الأبد. أمين. مبروك. مع بعضنا بنجدد كلنا مع الأخوية ومع كلود إيماننا، نؤمن بإله واحد. يتلوت مبحيدلو والقوتلو دم حادث اليود ونبسوغ الطيب وتخعو للبيت وسعود بايكلو وتخوت شو تحتو خمريو تبارن وبزادي قوتو ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة أبناؤهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباويات الله مريم
ومار يوسف خطيبها ومار مارون ومار شربل شفيع هذه الرعية. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، لا سيما أخواتنا أخوية مار شربل وأختنا كلود التي انضوت اليوم تحت هذه الأخوية، وأبناء الرعية جميعا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي كهنة الرب، والسلام لكم يا خدام الروح القدوس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. بارخ مورشكوني، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. برخ مورش كهني، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنك لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونزل له خاشعين. إنه يحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المدين.
لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية والحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودك ضمح شهدين معبد حي، ساب اللحم بيدا وقديش بارخ قادش وقصو يا بالتلميذ وكدمار سابق الملك الخوف هونو دنيتا فغرو حلف يكون وحلف ساجيه ما تكسى وما تهيه حصو يتحوط والحيد العلم علمي وخانوا عالكوس ودمزه من حمره من مايو بارخ قادش ويا بالتلميذ أحلف ساقية ما تشهد وما تهيب حصو يتحوب والحي ده العلم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل
كل إنسان حسب أعماله، وها إن بيعتك تدرع إليك وبك ومعك إلى بك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نبشر، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي، وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا، ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة برخمور ريشكوفني، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاقي ومار موسى مطراننا وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، وإستفانوس رئيس الشمامسة، ومار مارون ومار شربل. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي، الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك،
وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياه. أرح اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون. أن نصلي الصلاة التي علمنا إياها ابنك يسوع، فنهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا حقنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآمين. آمين. أجل أيها الرب يا محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية برخمور ريشكوهني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وروحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى وليكن تناولنا مغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. رد الأهوال أقبلنا
لا تماخلك يجود ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزهري أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس برخمور رشكوني الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. السلام لجميعكم ومع يسوع إله خلاصنا يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا نجنا من الهلاك واجعلنا هياكلا لاسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر برخمور رشكوهني ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. إخوتي نشكر صاحب السيادة لترأس هذا الاحتفال ومنعيدكم كلكم بعيد الرعية ومنهني الأخوية والعضو الجديد أمام كمان ست كلوت وبندعيكم جميعاً للضيافة على باب الكنيسة والاتهام كما أنه منشكر وسائل الأعلام من نور الصاد تلي لوميار ومن أبونا دوت أورد ومن كمان إذاعة الكنيسة وربنا يعطينا دايماً نشر الرسالة وهلأ منزيح كمان صورة مارشا يا مار شربي يا ابن لبنان يا رمز الشهادة والإيمان Oh
رجاء بحقك صلي لرب الأمان يدفق علينا بحر الحنان من الجميع البقاء في الأماكن. ناخد صورة تذكارية مع الأخوية ومن ثم بنخرج كما دخلنا ومن ثم بتخرجوا جميعا لتقبل التهاني.